في هذه الايام المباركه باسم الساكنه ديال مدينه بجاد والشباب ديال مدينه بجاد، تنشاركوا اليوم في الوقفه التضامنيه مع الاخوان ديالنا في مدينه فلسطين. نسال الله سبحانه وتعالى لهم النصر والتأييد والتمكين، لا نملك لهم سوى الدعاء في هذه الايام والحناجر ديالنا. دعمنا لله مشروط القضيه الفلسطينيه منذ البدايه الى تحقيق النصر. من مدينه ابي جعد الابيه تحيه عاليه لاخواننا في غزه الابيه، نتمنى من الله النصر والتأييد والتمكين لهم من اجل تحقيق السلم والسلام في فلسطين. نتيجة النداء الوطني اللي نادت به الجبهة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية في بجعد، ارتأينا أن نلبي، أن نغتنم هذه الفرصة وأن نلبي هذا النداء ولو على الأقل غير رمزيا، وإن كان المطلوب ليس الدعم الشفاهي ولا الدعم اللي تيتقدموا به بعض الدول حاليا الغزة الجارحة، وإنما الدعم الحقيقي هو في الجهاد، هو في المقاومة الفعالة. هي قضية وطنية تهم عموم الشعب المغربي بكل ألوانه وبكل أطيافه السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية. اليوم الساكنة البجعدية تلبي نداء الجبهة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية لما آلت إليه القضية الفلسطينية من المسجدات وما خلفته من شهداء في صفوف الأبرياء من خلال القصف الغاشم لكل القوى الصهيونية. ياخذ فيهم الحق، الله يجعل ربي ياخذ الحق. حنا يا ربي حرر، يا ربي حررنا القدس ديالنا، يا ربي خذ فيهم الحق، يا ربي شتت شملاهم، يا ربي. واش خوتنا كيموتوا؟ حنا كناكلوا كنشربوا وخوتنا كيموتوا نهار على نهار. حنا دعيناهم الله. انا تنطلب منكم وتنطلب من المغرب وتنطلب، انا باغا نمشي نجاهد في سبيل الله، انا باغا نمشي نجاهد ولو على الحجر، ولو على الحجر، على الحجر. راه هاد اليهود حنا ضدهم.